وفد أفريكوم والسفير الأمريكي مع ضيفنا من تونس نيت ويلسون كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة للسلام. سيد نيت مساء الخير، أهلا بك معنا في حدث اليوم وعلى شاشة الحدث. يعني إذا ما من بعد ما تابعنا يعني أهم المخرجات وما أعلن عن هذا الاجتماع، ولكن إذا ما أردنا أن نفهم الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع كيف يمكن وصفه؟ أولا شكرا على استضافتي، يشرفني أن أكون معكم. إن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع يرمي لتعزيز أهداف واشنطن طويلة الأمد، فكما سمعتم فالجنرال تونسون كان يتحدث بأن الولايات المتحدة لديها مصالح في محاربة قاعد والمجموعات المتطرفة في ليبيا، فضلا عن ذلك بأنها ترغب بدعم استقرار ليبيا ولا سيما فيما يخص مصادر الطاقة الموجودة فيها والاستقرار السياسي، بحيث تكون كافة الأهداف أيضا مش مدرجة ضمن تلك التوجهات، والسيطرة على تدفق اللاجئين إلى أوروبا، الأمر الذي التي تعد حليفة للولايات المتحدة. إذن هذا الاجتماع اليوم يرمي لدعم كافة الأهداف بطرق مختلفة بما في ذلك مصالح أمريكية مختلفة. طيب هذا بالنسبة للإطار العام، بس إذا ما دخلنا في التفاصيل، الوفد الأمريكي وهو وصف بأنه وفد كبير يعني في هذا الإطار تحدث عن ضرورة العودة إلى المفاوضات، ضرورة العودة إلى مؤتمر برلين، ولكن مع طرف يرفض المشاركة باجتماع لجامعة الدول العربية لمناقشة قرار برلين، ومع طرف يرفض وقف إطلاق النار. فهل هذا يعني أنه الوفد الأمريكي أتى ليضغط على هذا الطرف، أو أتى يعني يحمل رسائل معينة له ربما ليقبل بالذهاب في هذا الإطار؟ أعتقد أن هذا سؤال وجيه. فالطرف المفاوض الأمريكي كان كبيرا، والتوقيت الذي حضر فيه كان له أهمية من حيث أنه يرمي إلى وضع ضغوط على الأطراف المختلفة للعودة لطاولة المفاوضات. فمع مرور الوقت كنا قد شهدنا دولا مختلفة وأطرافا مختلفة تتخذ من نفسها مبادرات دبلوماسية، وإحساسي هو أن الولايات المتحدة تسعى للقيام بهذا الدور بنفسها، وبذلك تبعث بإشارة للأطراف ولحلفائها وأعدائها على حد سواء بأنها سوف تتخذ المسار الدبلوماسي على محمل الجد، وبصورة جزئية تبعث برسالة بأنها كانت قد أرسلت وفد عسكري رفيع المستوى في مثل تلك المفاوضات. تعلمون أن الدبلوماسية قد تكون أكثر فعالية عندما تدعم بالقدرات العسكرية. طيب يعني بموضوع الدعم بالقدرات العسكرية، الوفد الأمريكي وصف بأنه كبير، وأيضا يعني في أسئلة كثيرة تطرح حول طبيعة الدور الأمريكي الآن داخل ليبيا. في البداية، بداية المعارك، كانت الأنباء تقول عن أنه الأمريكيين ليس لديهم أولوية بليبيا. الآن يبدو أنه في دور أكثر. هل هذا الدور سيبقى في إطار هذه اللقاءات، أو نحن أمام فعلا ربما يعني دور أكثر توسعا للولايات المتحدة بالملف الليبي؟ هذا سؤال جيد. أعتقد أنه عندما نتحدث عن أن الولايات المتحدة سوف تنخرط كلية في الولايات المتحدة، فلا أعتقد أن على أجندة الولايات المتحدة أي نوع من أنواع التدخل العسكري على النحو الذي تقوم به تركيا في الفترة الحالية، أو ما تسعى مصر للقيام به هكذا ودواليك. لكن بات من الأولويات الملحة على الولايات المتحدة أن تتخذ مسارا مختلفا، فمن المؤكد أن الولايات المتحدة ووضع أولوياتها الأساسية لتكون القوى العظمى واشتراكها في مع مجموعة مختلفة من الحلفاء وفي مواجهة الأعداء
مثل روسيا كانت قد دفعت روسيا لرسم أولوياتها بطريقة مختلفة. فضلا عن ذلك فإن الولايات المتحدة تنتهز فرصة من خلال التغيرات التي تحدث في ميدان المعركة من أجل أخذ المبادرة الدبلوماسية وفرض ضغوط على الأطراف المختلفة للعودة لطاولة المفاوضات داخل وخارج ليبيا. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من تونس نيت ويلسون كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة للسلام.